محمد علي الحوثي من اليمن في مشهد جديد من قصف الجبهة كما وصفوا بعض المتابعين على السوشيال ميديا، وقالوا إن محمد علي الحوثي في ردوده على مذيعة البي بي سي أثار تفاعلا كبيرا. إيه اللي حصل؟ شوف معايا الفيديو عشان تعرف إن يعني وكأنها ملاسنة أو وكأنها حسن تصرف ربما من محمد علي الحوثي. نشوف مع بعض، أو محمد الحوثي، نشوف مع بعض الفيديو. ما أنتم بما يحدث هناك، يعني أنتم على بعد أميال وأميال، لديكم مشاكلكم الخاصة في داخل اليمن، لديكم مشاكلكم مع التحالف الدولي الذي تقوده السعودية، يعني ما العلاقة مع هذا سوى أنكم يتم تحريككم لهذا الهدف؟ يعني أما بالنسبة لبايدن كان يعني هو جار نتنياهو، يسكنون في شقة واحدة، والرئيس الفرنسي أيضا يسكن في نفس الطابق، ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة، أم أن بينهم وبين الكيان المحتل آلاف الأميال؟ ما الذي أتابهم إلى بلادنا العربية يقتلوا أبنائنا، ليحاصروا أبنائنا، ليحاصروا إخواننا، ليقتلوا النساء، ليستهدفوا الأطفال، ليئدوا الخدج؟ كل الجرائم الموجودة، ماذا أتى بهؤلاء إلى هنا إلا من أجل استمرار الجرائم؟ أما نحن فموقفنا هو موقف إنساني، موقفنا من أجل أن توقف هذه الآلة الدمار العسكرية الصليبية الأوروبية الأمريكية حربها وعدوانها إرهابها على فلسطين. ولكن هذا موقفنا هو الموقف الصحيح. لم تحقق هذه الأمور إلا أن يوقف العدوان، أن يفك الحصار، أن يدخل الماء والدواء والغذاء إلى هؤلاء. بينما هم أتوا ليقولوا ليستمر الإسرائيلي في قتل هؤلاء. أتينا قالوا لدعم الإسرائيلي للقتل، أتينا لدعم إسرائيلي في إنهاء الوجود لأي فصائل مجاهدة في فلسطين، هذا دولهم، لأنه لا بد أن يبيد النساء والأطفال والكبار والصغار، لأنهم كلهم لا يريدون بقائه. يعني هذا الشيء الذي يجب أن يتحمل عنه الحوثي. أجب على هذا السؤال في غزة. طيب بدلا من توجيه الأسئلة، أجب على هذا السؤال، ما الذي حققه الحوثيون من كل ضرباتهم حتى الآن لربما 23 استهدافا؟ لم يحقق أي شيء وكأنها جعجعة بلا طحين. إذن فلماذا تدعي أمريكا إلى تحالف ضدنا؟ مواجهة إعلامية كانت على شاشات البي بي سي علق عليها بعض المتابعين. يعني اخترنا لحضراتكم ثلاث تعليقات نتابع فيهم ردود أفعال على هذا اللقاء. أحمد الحيفي قال: الأستاذ محمد علي الحوثي لقناة بي بي سي يفند ما هو الفرق بين الحق والباطل، وهذه نعمة عظيمة عندما تكون مع الله وفي معية الله. لا أحد في العالم يستطيع إسكاتك وإخضاعك إما بالسلاح أو الكلام الموجه الكاذب والتقليل من عملك وقدراتك التي هي عند الله عظيمة بعظمة موقفك وثباتك على الحق. التعليق الثاني عندنا على الكلام من فضل المتوكل، بيقول: الأستاذ محمد علي الحوثي يرد على أسئلة مذيعة بي بي سي، أنت التي تجعجعين بلا طحين بأسئلتك، وهل نتنياهو وبايدن يسكنان في شقة واحدة؟ لانها كانت بتقول له يعني انت ايه مالك ومال فلسطين، لا يعني احنا بعيد. طب يعني هو بايدن ونتنياهو عايشين في بيت واحد؟ مصطفى الخطيب بيقول: بي بي سي البريطانية بعد مقابلة ابو احمد الحوثي، سلام الله على باسم يوسف. طيب